كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كلماتكم العزيزة يا أخي نور الدين لها رسوخ ما بعده رسوخ، وكلماتكم تثمر عبر التاريخ في جزائرنا بل في أمتنا بل في العالم أجمع. ما أحوجنا أن نعيش في سلام وفي أمن وأمان كما أراد خالقنا، كما في سورة الحجرات: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شكرا لكم أخي نور الدين، والشكر موصول إلى العائلة الكريمة التي وقفت بجنبكم، هذه العائلة التي ترجمت معاني الرجولة. ما أحوجنا إلى ترجمة معاني الرجولة خاصة في الوقت العسير، خاصة في الوقت الصعب. خالقنا قال لنا: من المؤمنين رجال، سورة الأحزاب، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، منهم جمال، ومنهم من ينتظر، منهم أنتم وأنتم جميعا. ولا ننسى وجودكم، لا ننسى حضوركم، هذا الحضور الذي جمل هذا المجلس، هذا الحضور الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم جميعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.